السلام عليكم. رمضان كريم لجميع المغاربه ومشبهي جميع مغرب انقاذ. اليوم تنتواجدوا في دوار تشبيبت الشتويه التابع لجماعه سيدي بلهاج اقليم الحوز 23 مارس 2024. اليوم قمنا بعمليه توزيع قفف رمضانيه لفائده الساكنه ديال الدوار هذا، اجمالي ديالهم تقريبا 100 كانون. مساعدات عباره عن قفف رمضانيه فيها اغذيه وفيها اغطيه وزيد على ذلك البسه. وتنشكر بهذه المناسبه ايضا الجمعيه اللي كاينه هنا في هذا الدوار هذا، وجمعيه اشراقه الالفيه الثالثه اللي ساهموا معنا وساعدونا باش ننجحوا هذه عمليه التوزيع والقفف الرمضانيه. ورمضان كريم للجميع، وشكرا لجميع المحسنين اللي عاونونا بالقريب لكثير باش نقدروا نوصلوا هذه الامانه هذه لهاد الناس هذو نفرحوهم ولو شويه. السلام عليكم، باسمي وباسم ساكنه التشبيب جماعه سيدي بلهاج اقليم الحوز كنبغي نشكركم، وكنبغي نشكر جمعيه مغرب انقاذ وجمعيه اشراقه الالفيه الثالثه والاعضاء نتاعو وكاع الناس الدراري نتاع الدوار كاع اللي ساهم بالقليل بالكثير. وكنبغي نشكر المحسنين الناس تاع الترونسبور، اي واحد دار ساهم لا بالقليل لا بالكثير كنبغي نشكروه من هذا المنبر، شكرا بزاف. بمناسبه شهر رمضان المبارك قامت كل من جمعيه اشراقه الالفيه الثالثه بشراكه مع جمعيه مغرب انقاذ بتوزيع قفف رمضانيه اغطيه وملابس لفائده دوارين تشبيبت الشتويه وايت عماره البور. نود ان نتقدم بجزيل الشكر لكل من جمعيات تجار ومهنيي ضرب عمار على المساعده القيمه التي مدوها لنا، ولا ننسى كذلك جمعيه الماء الصالح للشرب بدوار تشبيبت على حسن الاستقبال كرم الضيافه والاجواء الجيده التي قدموها لنا من اجل توزيع هذه القفف الرمضانيه. السلام عليكم، مرحبا بكم جمعيات إشراق الألفية الثالثة وجمعية المغرب لإنقاذ. مرحبا بكم في دوار تشبيب، ومرحبا بكم في هذا العمل اللي درتوه، دخلتوا الفرحة في قلوب ديال هاد الأطفال والساكنة ديال دوار تشبيب. بارك الله فيكم، وكنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذا العمل اللي درتوه. بارك الله فيكم، الله يجازيكم بخير.